يا مساء الخير والهنا على كل مشاهدين قناة اي تي سي في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. قبل اي حاجة اكيد عايزة افكركم بارقام التواصل الخاصة بينا، وكمان تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اي تي سي تي في. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. هبدأ معاكم الحلقة النهاردة بموضوع مهم جدا جدا جدا. لازم كل ام يكون عندها وعي كبير بالموضوع ده، ولازم تاخد بالها من العلامات اللي بتظهر على ابنها، لو لقد ابنها او بنتها طبعا لو لا قدر الله تعرضوا للتحرش او للاعتداء الجنسي. لان الطفل مش بيكون على فكره عارف ان هو يعبر، او ممكن يكون خايف او حاسس ان هو الغلطان، فمش عارف يشتكي من حاجه زي كده. وفي على فكره حالات من الاطفال بيكون تم تهديدهم، يعني اللي تحرش بيهم او اللي عمل فيهم حاجه بيهددهم وبيخوفهم علشان ما يقولش لحد، عشان ما يشتكيش. عشان كده الأم والأب لازم ياخدوا بالهم كويس جدا. لو حصل أي تغييرات في سلوك ولادهم لازم يساعدوهم، أو لازم يساعدوا ابنهم أو بنتهم ويتكلموا معاهم. لأن الطفل زي ما قلتلكوا بيفضل يعاني في صمت، ما بيشتكيش وما بيبقاش عارف يعمل إيه ولا يتصرف إزاي، وعايز يقول بس خايف يقول. ففي علامات إحنا لازم ناخد بالنا منها لو ظهرت على أولادنا أو في سلوك أولادنا، ده معناه إن هم بيتعرضوا لحاجة صعبة زي التحرش أو الاعتداء الجنسي. أول حاجة هيحصل تغير في السلوك، يعني هتلاقيه يا إما مش بينام كويس ومرعوب وبيجيله كوابيس، يا إما مستخبي على طول وبينام كتير. هتلاقيه منعزل، خايف يلعب، مش عايز يتعامل مع الناس، مش عايز يتحط وسط ناس غريبة ما يعرفهاش. فجأة مش حابب مكان معين كان بيروحه عادي، أو مش عايز يتعامل مع حد معين كان بيتعامل معاه عادي. وقتها أنت لازم تشكي في الموضوع وتدوري بقى كويس قوي، وتطمني برضو طفلك. لازم تخليه يتكلم ويحكي ويقول بأمان إيه اللي حصل له، أو إيه اللي مضايقه، أو إيه اللي مخوفه، وإنك في ظهره، وإنك هتجيبي له حقه، وإنك مش هتغلطيه مهما كان عمر الطفل. على فكرة دايما الولاد بيخافوا، الاطفال عموما بتخاف من رد فعل اهاليها لو هم دايما محسسينهم ان هم غلطانين. فلازم ناخد بالنا من حاجه زي كده كويس قوي. احنا برضو معانا على التليفون ميري رمسيس، استشاري صحه نفسيه ومحاضره في الاذى الجسدي، عشان برضو نعرف منها اكتر ازاي اعرف اواعي طفلي جنسيا، واعرف برضو ازاي هل هو تعرض لحاجه زي كده ولا لا. اهلا وسهلا بيكي يا استاذه ميري، منوراني. الو استاذه ميري. طيب احنا هنحاول نتواصل معاها تاني استاذه ميري رمسيس. بس زي ما بقولك كده، خلينا نرجع تاني للاطفال. هتلاقي برضو ممكن من الاعراض اللي ممكن تلاحظيها على ابنك او على بنتك انها مختلفه، ان هو يفقد شهيته او تفقد شهيته، ما تبقاش عايز تاكل زي ما بتاكل الاول. في حاجه قلقاها، في حاجه مخوفاها دايما دايما. ابرز حاجه ان هي هتلاقيها خايفه من اي حد غريب، او خايفه من اي حد يقرب منها اصلا، او خايف من اي حد يقرب منه اصلا. احنا رجعت لنا تاني على تليفون استاذه ميري رمسيس، استشاري صحه نفسيه ومحاضره في الاذى الجسدي. اهلا وسهلا بيكي يا استاذه ميري. اهلا بيكي، وطبعا بحييكي على انك فتحتي الموضوع ده في بدايه العام الدراسي، علشان كل الاولياء الامور يبقوا واعيين ان هم، يعني انا بتهيأ لي قبل ما واعيين ان هو ياخد الكراريس بتاعته وكده، انا لازم واعيين ويحمي جسمه بالظبط، ويبقى عارف ان جسمه غالي جدا عليه، او جسمها غالي عليها جدا. فبالتالي هي لازم تبقى واخده بالها ان في اماكن خاصه في جسمها لا ينفعش ابدا ابدا حد يلمسه لا يشوفه. يعني مرات تلاقي الاطفال مثلا بيسالوا بعض، وينفع نشوف لون الحاجات الداخليه بتاعتكم؟ طب ممكن نلعب لعبه الدكتور، فنكشف على بطنك. الحاجات الالعاب حتى لو كانت اطفال بتقولها لبعضها، فهم لازم يبقوا فاهمين كويس قوي ان احنا عندنا جسمين غالي علينا وفي اماكن خاصه. اثنين، لو حصل انه في حد مثلا كبير بدا يتعامل معاهم بطريقه مش لائقه، زي فكره ان هو مد ايده. ايه الفرق بين اللمسه الصح واللمسه الغلط، خاصه في الكبير؟ لانه في بعض الحالات للاسف المتحرش بيكون حد من القريبين او المحيطين بالاسره قوي، فبقى اصل ده عمك، اصل ده خالك، اقعدي على رجله، عيب كده يا بنت اديله بوسه، الحاجات اللي زي ايه الصح وايه الغلط في ايه الحدود في التعامل مع الاطفال في الحاجات اللي زي كده؟
بنقول ان اكتر الناس اللي بنؤمن بيهم او بنخافش منهم هم اكتر الناس المؤذيه، ولازم نبقى ما فيش عندنا قاعده في الامان وعيني في وش راسي. طبعا ممنوع جدا انه الاطفال يبقى عندهم 6 و7 سنين ونبقى بنقعدهم على رجل حد، وخصوصا غريب او قريب. معلش انا بعتذر لك يا استاذه ميري، الصوت عند حضرتك في دوشه حواليكي جامده، فممكن بس تكوني في مكان اهدى شويه ونرجع نتكلم تاني، لانه مش عارفه اسمع المعلومه للاسف، وبرده الناس مش هتعرف تستفيد، فاحنا هنرجع لها تاني بس تكون وقفت في مكان اهدى شويه او قعدت في مكان اهدى شويه. الموضوع صعب يا جماعه، جدا جدا ومرعب. احنا لازم ناخد بالنا قوي من ولادنا، ولازم ناخد بالنا قوي من التصرفات اللي ممكن تكون بتحصل معاهم، واحنا بمنتهى الطيبه والسذاجه فاكرين ان ده عادي، وبنوصل كمان لاولادنا ان ده عادي. يعني ان حد قريب او حد من الصحاب مثلا الكبار لينا احنا يجي يطبطب على ابني بطريقه مش احسن حاجه، او فيها ريبه كده فيها شك، او يجي يتعامل مع بنتي برضو بطريقه فيها شك او مش تمام قوي، مش مظبوطه قوي. الام على فكره بتحس بالحاجات اللي زي كده، بس لازم انت تكوني واخده بالك، لان ممكن الحاجات دي تحصل وانت مش موجوده او انت مش شايفاها. انت في المطبخ مثلا بتعملي الحاجه اللي هتقدميها للضيوف، انت ما تبقيش ضامنه برضو بره ايه اللي ممكن يكون بيحصل، فلازم تبقي مصحصحه قوي واخده بالك. ومع كل ده انت لازم توعي طفلك ابنك او بنتك بالحاجات الغلط اللي ممكن تحصل معاه، ويعرف ازاي يتصدى لده. لازم تتكلمي معاه وما تسيبيهوش يسمع من غيرك، يعني مش حد تاني اللي يفهمه او حد تاني اللي يفهمها هي ايه الصح وايه الغلط، انت اللي لازم تفهمي ولادك. وما تقوليش ان هم صغيرين او سنهم صغير او مش هيفهموا الكلام اللي هقوله، في لكل سن في طريقه اقدر افهمه بيها ايه الاماكن او ايه اللمسه الصح وايه اللمسه الغلط، ايه الحاجات اللي عادي اقدر يعني اتعامل عادي، اللي هو مثلا لما نكون في مكان معين عند البحر مثلا او عند البسين، فالمنطقه اللي هي بتاعه المايو اللي بنلبس فيها المايو دي محدش بيقرب لنا منها خالص خالص، ما ينفعش حد يلمسها. انما الحاجات التانيه حد طبطب عليا طبطبه عاديه من ظهري او كده، دي مفيش مشكله فيها، انما اكتر من كده لا، ممكن يبقى مشكله. لازم حاجه حاجه وعلى حسب كل مرحله عمريه لازم تتكلمي مع ولادك، وكل سنه وكل مره وكل مره هتسيبي ولادك فيها في حته انت مش تبقي معاهم فيها، لازم تاكدي عليهم ان محدش يقرب منهم، لازم تاكدي عليهم ان هم يطلبوا المساعده من حد موثوق فيه في المكان اللي انت سايباه ده، سواء بقى حضانه نادي سايباه عند القرايب، سايباه في مكان يلعب فيه الكيدز اريا والاماكن الاماكن بتاعه الالعاب اللي احنا دلوقتي بنسيب ولادنا فيها، في اي مكان في اي حته، في عند مطعم عند كافيه عند ممشى عند اي مكان في اي حته دلوقتي هتلاقوا منطقه العاب. منطقه الالعاب ساعات كتير بيبقى فيها اللي هو ايه الكبار ما يخشوش، الاطفال بس اللي بيخشوا، بيبقى هم ناس معاهم واخده بالهم منها، فلازم تبقي مركزه قوي في المكان ده امان ولا مش امان، في حد كويس يقدر ابنك ولا بنتك يلجأوا له لو تعرضوا لحاجه زي كده ولا لا لحد ما يرجع لك. استاذه ميري رجعت لنا تاني على التليفون، استاذه ميري رمسيس اهلا بيكي يا استاذه ميري. معلش احنا ما كناش سامعين حضرتك. معلش لا مفيش مشكله خالص، احنا بس كنا عايزين عشان نسمع المعلومه بشكل جيد بس من حضرتك. فاحنا كنا بنتكلم عن اللمسه الصح واللمسه الغلط، علشان ساعات كتير المقربين حوالينا بيبقى يعني مش ساعات كتير ولا حاجه، بس لكل قاعده شواذ، فمن شواذ القاعده ان المقربين حوالينا بيبقوا يعني مش مستويين نفسيا، فايه اللمسه الصح وايه اللمسه الغلط لاطفالي؟ للاسف المكالمه دي مش مكتوب لها انها يعني تبقى كامله، معلش احنا هنحاول ان احنا نتواصل معاها تاني، لو ما قدرناش النهارده هنتواصل معاها تاني يوم الاحد او يوم الاثنين بالكتير، علشان الموضوع ده موضوع مهم قوي قوي ولازم راي متخصص فيه. بس برضو مؤقتا الكلام اللي انا بقوله لك لازم تاخدي بالك منه كويس جدا 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 جدا، لانه برضو ده كلام المتخصصين، يعني خدوا بالك ان برضو الكلام اللي بنقوله لك هنا مش كلام وخلاص، ده بيبقى كلام متخصصين، فخدي بالك كويس جدا من الحاجات اللي زي دي، وان شاء الله ربنا يستر على ولادنا جميعا وما يحصلش فيهم اي حاجه من الحاجات دي. الحاجات دي بتاثر نفسيا على الاطفال بشكل فظيع، ولما بيكبروا كمان بتسيب لهم اثر نفسي صعب جدا. نروح بقى نتكلم عن حاجه تانية وحاجه ملهمه وجميله
ومبهجه برضو في نفس الوقت. احنا دايما بنهتم ان احنا نشارك معاكم قصص الستات والبنات الكويسه الملهمه. والنهارده جايه اكلمكم عن ست استراليه عندها 70 سنه اتشهرت بعد ما قررت او قدرت انها تنزل في الوزن بشكل كبير جدا. وطبعا في سن السبعين عشان تقدر تنزل في وزن كبير قوي واجهت تحديات وصعوبات كتيرة عشان تقدر انها تحقق حلمها في السن المتقدم ده. زي ما قلت لكم الست دي اسمها جوان ماكدونالد، والست دي عشان تخس وتنزل في الوزن بدأت تعمل رياضة وتشيل ترفع أثقال وتروح الجيم، وبدأت كمان انها تشارك تجربتها وتدعم غيرها من الستات علشان تنصحهم وتقول لهم يقدروا يعملوا ايه في سن زي ده، وان هم ما يبقاش قدامهم يعني صعوبات او ما يتخيلوش انه صعب عليهم ان هم ينزلوا وزنهم في العمر ده، وكمان علشان يكون عندهم لياقه بدنيه عاليه حتى لو في سن كبير. عايزه اقول لكم ان الست دي نزلت من 200 كيلو ل 78 كيلو، ومن بعدها بقت شخصيه مؤثره في مجال اللياقه البدنيه وعندها عدد كبير من المتابعين على السوشيال ميديا، وكانت بتلعب بولينج وبتلعب لعبة السهام بس ما كانتش في الوقت ده يعني عندها لياقة بدنية حلوة، ما كانتش بتتمتع باللياقة البدنية المطلوبة. فبتقول ماكدونالد إن بنتها مدربة كمال أجسام وساعدتها على إنها تحسن من لياقتها البدنية وعاداتها كمان الغذائية. بتقول كمان إنها كانت بتاكل 5 وجبات في اليوم، وكانت وجبات صغيرة قبل وبعد التمرين بتاعها، وفضلت تنزل في الوزن بشكل تدريجي مع انتظامها على الرياضة والأكل الصحي. شاركتنا كمان ماكدونالد بعض النصايح وقالت لا يمكنك اتباع خطة غذائية معينة لمدة أسبوع، يعني لازم تغيري الخطة الغذائية بتاعتك كل أسبوع. يجب أن تركز عقلك على ما تريده، ركز على اللي أنت عايزه. كنت أعرف أنني أريد أنقص الوزن لكنني أردت أيضا أن أصبح قوية. يعني هي كانت عايزة تخس بس مش عايزة تخس وخلاص، لأن في ناس لما بتكون عايزة تخس تاخد حاجات مثلا تسد النفس، تاخد حاجات تأذيها، تاخد حقن والحاجات اللي زي كده. ممكن الحاجات دي بيبقى ليها أعراض جانبية صعبة وممكن أنها تسبب أن الصحة تتأثر وتضعف أكتر. فهي كانت عايزة في المرحلة العمرية دي أنها تخس، بس تخس بصحة وصحتها تبقى قوية وجسمها كمان يبقى قوي. كمان قالت ان هي في رحلتها قرت رحلتها طبعا في الخساسان قرت كتير كتب كتيره ساعدتها انها تغير من عاداتها اللي قدرت بعدها انها تقدر تنزل في الوزن. وقالت كمان نصيحه مهمه جدا، قالت ما ينفعش ان احنا نقارن نفسنا بحد لان الظروف مش واحده على كل الناس. فاحسن حاجه البني ادم يعملها هو انه يقارن نفسه بنفسه بس. ونصحت نصيحه حلوه برده كمان للبنات والستات وقالت كوني سعيده باللي انت عليه وحبي نفسك. والحقيقه هي دي الخلاصه اللي قالتها ماكدونالد، انت لازم تحبي نفسك ولازم تحبي نفسك زي ما هي وعدلي فيها وقارني نفسك بنفسك، ما تقارنيش نفسك بحد تاني، قارني نفسك دلوقتي بنفسك زمان. ويمكن انا الكلام ده قلته لكم قبل كده، قارني نفسك دلوقتي بنفسك زمان وحطي خطه لنفسك اللي جايه. شوفي انت عايزه نفسك اللي جايه تبقى عامله ازاي مقارنه بدلوقتي وزمان. شوفي بتعرفي تتطوري ازاي او قدرتي تتطوري ازاي وزودي عليه، لكن مالكيش دعوه باللي حواليكي لان فعلا احنا ظروفنا مش واحده. مش اللي عندي مش هو اللي عند غيري، قدرتي مش زي قدره غيري، اللي مريت بيه مش هو اللي مر بيه غيري. فاحنا لازم نكون متكيفين مع وضعنا وراضيين بيه، عايزين نحسنه بس بطريقه مش بطريقه يعني بطريقه ايجابيه مش بطريقه سلبيه. مش انا افضل ابص على اللي حواليا ودي عملت ودي صوت وشمعنا دي جسمها مش عارف عامل ازاي وشمعنا دي عندها ايه، مش هتخلصي ابدا. هتفضلي تحاربي طول حياتك وتجري في سبق ملوش نهايه، ملوش خط نهايه، لانك هتفضلي طول الوقت تقارني نفسك باللي حواليكي. فانتي ونفسك فقط، انتي بتقارني نفسك بنفسك القديمه بالحاليه وتشوفي الجديده هتعمل ايه. مهما كان سنك كمان اتعلمي ان مفيش حاجه اسمها مستحيل. وماكدونالد كانت نموذج جميل يدينا قوة وشجاعة على تحقيق أحلامنا وطموحاتنا. فأتمنى أن هي تكون فعلا ملهمة لكل البنات والستات اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. برضه عايزة أتكلم عن حاجة تانية، موضوع تاني. الموضوع ده بقى أعتقد أن الرجالة كتير هيعجبها الموضوع ده، لأن احنا حابين
ان احنا نحاول نيجي برضو في صفهم شويه، عشان احنا ايه يعني ما يقولوش علينا ان احنا منحازين ولا حاجه، الاحسن الاحسن الاشاعه دي تطلع علينا. الراجل دايما الحقيقه تصرفاته بالنسبه لشريكه حياته بتبقى غريبه ومريبه ساعات، يعني ساعات كتير ما بنبقاش فاهمين هم بيعملوا كده ليه، ولا هو في ايه، ولا اعمل ايه علشان يفهمني. انا ما بتبقيش فاهمه كده، الموضوع بيبقى في الغاز كتيره. فبيقول لك بقى يا ستي يعني في شويه اختلافات بين الراجل والست في تفكيرهم وفي طريقه حياتهم، في طريقه يعني ادارتهم لحياتهم. فهقول لك على الاختلافات دي عشان نحاول نفهم برضو الراجل بيفكر ازاي، نوضح الدنيا، وبالمره برضو نكسب ثواب في الراجل ان احنا لما نفهمه كستات يعني نهدى عليه شويه، نهدى عليهم شويه. اول حاجه لازم تعرفيها ان الراجل بيفكر بشكل فردي بشكل احادي، هو ما يعرفش يفكر في الف حاجه زي ما احنا بنعمل. احنا مخنا مختلف عن مخهم، تركيباته اصلا وشكله مختلفين عن تركيباته ومخ وشكل الراجل. على فكره احنا نعرف نفكر في الف حاجه وفي كذا موضوع، وايدينا اصلا بتشتغل في اكتر من حاجه. الراجل يحب يفكر في حاجه واحده بس، لو هيفكر هيفكر في حاجة واحدة بس، لو هيركز يركز في حاجة واحدة بس، ولو هيعمل يعمل حاجة واحدة بس عشان يعملها بطريقة كويسة. إنما لو عمل أكتر من حاجة وممكن يعملها بس بشكل استثنائي، إنما يبقى طبع ويبقى ده العادي بتاعه زي الست، لا ده صعب جدا. فلازم تاخدي بالك من الحتة دي، ما تطلبيش منه إن هو يبقى متعدد المهام زيك، دي حاجة خلقة ربنا مش بتاعتنا إحنا خالص، لا بتاعتك ولا بتاعته، ولا إحنا اخترنا إن إحنا نبقى متعددين المهام، ولا هم اختاروا إن هم يبقوا أحاديين المهمة بس. كمان في حاجة من الحاجات اللي دايماً بتستوقفنا إحنا كستات، أنت سرحان في إيه؟ أنت بتفكر في إيه؟ يقولك ولا حاجة، مش مصدقاك، لا أنت أكيد في حاجة بتفكر فيها، قولي، لا ولا حاجة. احنا ما بنصدقش ان هما بيفكروش في حاجه، احنا مش متخيلين في حد ممكن يبقى قاعد عامل كده وفعلا هو باصص في اللاشيء وبيفكر في اللاشيء ومفيش حاجه خالص بتدور في دماغه. وانا بكلمك دلوقتي انا بحاول اقتنع معاكي ان هما يعني ازاي، يعني ايه تبقى قاعد ساكت ومخك ده مش اوفر ثينكينج، مخك ده مش شغال، مش بيفكر في الف حاجه. لا هم بيبقى عندهم لحظة كده في وقت كده ممكن يعرف يشد فيه الفيشة. وطبعا مع اختلاف مستوى المسؤوليات على كل راجل وكل مرحلة عمرية، إنما في النهاية كلهم عندهم حاجة بيعرفوا يعملوها، وهي إنه يعرف يقعد كده لفترة معينة من الزمن يبقاش بيفكر في حاجة. إحنا أوفر ثينكينج ليل ونهار، دي مكنة شغالة طول الوقت لدرجة انها ساعات بتطلع صوت، يعني بتزن كده، بنفكر بطريقة رهيبة في اكتر من حاجة، وطول الوقت مفيش حاجة اسمها انت قاعدة ساكتة سرحانة كده على الفاضي ما بتفكري في الوقت حاجة، لا ده مستحيل. برضو نسبة قليلة قوي قوي من الستات اللي بتعرف تفصل الفصلة دي، انما النسبة الاكبر هي اللي مخها شغال دينامو طول الوقت حتى لو نايمة. وكمان حاجه في فكر الرجاله ان هم برضه لطيفه ان هم بيفكروا بشكل منطقي وعقلاني اكتر، يعني بيبعدوا عن حته العواطف والمشاعر والقلب. احنا العكس، الراجل بيحلل الموقف من كذا زاويه، بيبص على كذا زاويه وبيحاول يركز بشكل منطقي الحل ممكن يبقى ازاي، انما الست العواطف دايما سابقاها وسابقه تفكيرها، قلبها دايما هو اللي سايقها، هو اللي مخليها تتصرف، هو اللي مخليها تتكلم، هو اللي مخليها تاخد موقف. فهتلاقي اغلب المواقف الستات بتقرر بقلبها، واغلب المواقف بالنسبه للرجاله بيفكروا او بيقرروا بعقلهم، عشان كده دايما بيبقى في تضارب في النهايه في اخذ القرار. القرار هنا متاخد من القلب والقرار هنا متاخد من العقل، وهنا الاثنين بيقفوا قدام بعض بقى، مش قلبك وعقلك هما اللي بيتخانقوا مع بعض، لا هنا في قلب فعلا وهنا في عقل فعلا، اثنين قصاد بعض متمثلين في راجل وست بيتخانقوا هما الاتنين مين فيهم اللي رأيه هيمشي. فهنا بتحصل المشكلة فعلا، ان كل واحد فيهم زعلان عايز رأيه هو اللي يمشي. فنبقى برضو مقدرين الحتة دي، ان هو باصص على نفس المشكلة اللي انا بصت عليها بس من كذا زاوية، مش من الزاوية اللي انا بصت عليها. وبرضو لما بيدخلوا مشكلة كرجالة يدخل على قلب المشكلة على طول، ما يقعدش بقى يبدأ من أول بقى نظراتها
ودخلتها عليا كانت مش مريحاني، وان قلبي كان مقبوض اصلا وانا رايحه المشوار ده، ومش عارف كل الفرشه اللي بتبقى في الاول اللي بالنسبه لنا اللي بنركز في تفاصيلها دي، اللمحه والبصه والقعده، ولما قعدت ولما انت قلت كذا كذا، خدت بالك من رياكشن وشها كان عامل ازاي؟ كل الحاجات دي الرجاله ما بتبصش عليها، بتبص على لما المشكله بتحصل قلبها فين؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى المشكله دي تحصل؟ هو ده اللي بيبص عليه، اصل المشكله. احنا بنبص على كل تفصيله وكل حاجه صغننه ادت الى المشكله، فاصلا بناخد وقت كبير جدا جدا في التفكير فيها. التفاصيل دي بتضايقنا اكتر، بتعصبنا اكتر، بتخلينا سخنين اكتر، عايزين نعمل مشكله اكبر بكتير، في حين ان هو تلاقيه قاعد كده هادي وراكز، لانه عارف قلب المشكله ان هو ممكن يكون حاجه بسيطه. انما احنا عشان وقفنا عند اكتر من محطه، فبتبقى المشكله عندنا احنا اكبر، او من وجهه نظرنا المشكله اكبر، وشايفين الراجل مستبسطها، يعني شايف ان حلها بسيط. لا، حلها مش بسيط. ازاي تدخل تبص لي كده؟ ازاي تقعد وتتعامل معايا بالطريقه؟ في حاجات كده بنقف عندها، هم مش بيقفوا عندها. فاحنا لازم نبقى عارفين وعاملين حسابنا على الاختلافات الجوهريه اللي ما بيننا دي، واللي على فكره ملهاش علاقه باي حاجه حوالينا، يعني ملهاش علاقه لا بالبيئه ولا ليها علاقه بالتربيه ولا ملهاش علاقه باي حاجه. هي ليها علاقه بالنوع، الراجل والست طبيعتهم وفطرتهم عامله ازاي. بعد كده بقى بتدخل البيئه المحيطه والتربيه والتعليم والمستوى المادي، كل الحاجات دي بتخش بتضيف حاجات وبتشكل بقى في الناس على مختلف او مختلف مستوياتهم. انما في الكور، في الاساس، الفطره ايه؟ الفطره مختلفه برضو. فلازم ناخد بالنا من الاختلافات دي عشان نعرف نعدي، وعلشان ما يبقاش كل دقيقه عندنا مشكله بيننا وبين بعض. لو فهمنا بعض، المشاكل ما بيننا هتقل كتير قوي. وبما اننا بنتكلم عن الموضوع بتاع المشاكل وان احنا نفهم بعضينا ده، عايزه اتكلم عن سنه اولى جواز، سنه الفهم، سنه حل اللوغاريتمات اساسا بقى. السنه اللي بيتقال انها لو عدت بسلام يبقى انت كده بطل وانت كده بطله، وده مؤشر على ان جوازكم في الغالب هيستمر. فعشان كده سنه اولى جواز دي بتكون سنه صعبه جدا. سنه بقى فيها بنطبع على بعضينا، بنفهم طباع بعض، نتعود على بعض، اللي نعديه نعديه واللي نقف عنده نقف عنده عشان لازم يتغير من دلوقتي، او نشوف هيتغير ولا مش هيتغير، ونعرف نكمل معاه ولا مش هنعرف نكمل معاه. كل الحاجات دي بتحصل في سنه اولى جواز. احنا لازم علشان نعرف نكون اسره مستقره والحياه ما بيننا تبقى مشتركه وتبقى سهله، زي ما قلت في التوبيك اللي قبليه، لازم نفهم بعضينا. وفي كمان شويه حاجات غلط احنا بنعملها ما بناخدش بالنا منها واحنا في حياتنا ماشيين عادي، يعني بتبقى غلطات من غير قصد بتسبب في انهيار العلاقه الزوجيه في اول سنه جواز. خدوا بالكم كويس قوي عشان ما تقعوش فيها، ولازم تعدوا بقى من الاختبار ده بسهوله لو انتوا تحبوا بعض وعايزين تكملوا. يعني فكره اننا طول الوقت بعد ما اتجوزنا قاعدين بقى في البيت ما بنعملش حاجه، وشنا في وش بعض، مفيش حاجه جديده بتحصل، خلاص اتجوزنا، احنا خرجنا وفرحنا وانبسطنا في الخطوبه، اتجوزنا خلاص بقى نفضل قاعدين بقى في البيت ما نعملش اي حاجه، نتخلى عن الانشطه اللي كنا بنعملها او اللي متعودين عليها، الخروجات، الصحاب، الاهل، الحاجات اللي كنا متعودين عليها دي، ده بيسبب ملل. يعني تلاقي نفسك فجاه اللي بتباتي فيه بتصبحي فيه وهو نفس الكلام، هيزهق من اول سنه. فليه؟ اعملوا انتوا الاثنين انشطه تكونوا متعودين عليها، كنتوا بتحبوا تعملوها ايام الخطوبه، مشوا حياتكم عادي زي ما كانت قبل الجواز شويه. يعني طبعا لانه بعد الجواز في حاجات بتختلف، في حاجات بتتغير، في التزامات بتضاف على الراجل وعلى الست، انما برضو نقدر نعمل جزء كبير من الحاجات، خاصه ان ما بيبقاش في اطفال المفروض في اول سنه جواز، ودي هنتكلم فيها في نقط بعدين. فلازم تاخدوا بالكم ان الملل بيبوظ العلاقات، فما تخسروش حياتكم القديمه عشان ما تتصابوش بالملل بسرعه. وبرضه فكره التغيير بقى، انا شايفه في خطيبي حاجات مش عجباني، انا هعرف اغيرها بعد الجواز. مفيش كده، ولو في كده بيبقى قليل جدا جدا جدا، فما ترهنيش على حاجه بنسبه كبيره هيبقى رهان خسران. في انه انا اتقبله العيب ده، انا هعرف اتقبله ولا لا؟
انما فكره ان انا هغير فيه وتغير فيا مش هتحصل. احنا بنغير من نفسينا مع دخول المسؤوليات المختلفه علينا، انما حد يغيرني دي ما بتبقاش سهله. فلازم نبقى برضو مراعيين الحته دي من وقت الخطوبه بقى كمان، تبقي عارفه انت مختاره ايه، راضيه بالعيوب معينه، العيوب المعينه دي بالنسبه لك مفيش مشكله فيها. انما لو شايفه عيوب كبيره لا، لازم تغيري الوضع ده فورا قبل ما تخشي على جواز. وان حصل بقى واتجوزتي لازم تحاولي بقى تتاقلمي على العيب ده على قد ما تقدري، الا اذا كان حاجه خطيره مش هينفع تتعايشي معاها، ساعتها لا خلاص. انما الحاجات اللي ينفع تعدي حاولي تتاقلمي عليها، وشوفي برضو خلي اول سنه دي سنه تمرين، انتوا بتتمرنوا انتوا الاثنين على الحياه مع بعض، جربي وانت بتتمرني كده تعرفي تعدي ولا مش تعرفي. الخناقات اللي بتحصل ما بيننا ما نتجاوزش فيها، نحترم بعض ونحترم كرامة بعض، مهما حصل من الخلافات ما نجريش نشتكي بره يمين وشمال، علشان دي من اكتر الحاجات اللي بتبوظ العلاقة، ان احنا بنطلع سر بعض بره، دي حاجة من الحاجات اللي مش لطيفة ابدا وما بتتغفرش بسهولة. واهلنا على فكرة اللي بنشتكي لهم ما بيغفروش لازواجنا بسهولة بعد كده، احنا بنتصالح وهم ما بيتصالحوش. فخدوا بالكم من الحاجات اللي زي دي، اقفلوا بابكم عليكم، عشان بجد لو عملتوا عكس الكلام ده مش هيكون في صالح علاقتكم ابدا. وافهموا بعض، ادوا لبعض دايما فرصه، وفي حاجات كتير تعدي، اوعي تقفي على اي حاجه وخلاص، مش عمال على بطال، عدي حاجات كتير عشان تعرفي تتعايشي في حياتك، لانه لو ما عدتيش مش هتعرفي تعمري مع حد اصلا عموما. ونفس الكلام انت، عدوا لبعض، انتوا الاثنين لازم تعدوا لبعض. النهارده بقى عندنا ايه؟ النهارده احنا عندنا فقره مهمه هنتكلم فيها عن المشاعر، لان مشاعركم جزء مهم من تجربتكم الانسانيه، والتعامل مع مشاعركم بوعي وحكمه ده بيساهم في تحسين حياتنا بشكل كبير. عشان كده النهارده احنا عايزين نتكلم عن مشاعر كتير بتمر في حياتنا، بنمر بيها في حياتنا اليوميه، وهنعرف ازاي نقدر نتعامل معاها بشكل صحيح مع ضيفتنا اللي هتنورنا، لايف كوتش نهال فهمي. كمان معانا فقره هنعرف فيها نصايح وافكار هتساعدنا على بناء علاقات مستقره وسعيده، وهنتعرف كمان على اسرار النجاح في العلاقات والتواصل الايجابي بين الست والراجل، وامتى يتقال عليكي ست قويه وامتى يتقال عليكي ست مفتريه، وكمان ايه الفرق ما بين الست القويه والست المفتريه. كل ده هنعرفه بالتفصيل من ضيفتنا صانعه المحتوى غاده عالم الدين. بس خلونا نروح لفاصل سريع ونرجع نبدا فقراتنا، استنونا. موضوع فقرتنا النهارده يهمنا كلنا، وهو كيفية التعامل مع المشاعر. ازاي اعرف اتعامل مع مشاعري؟ المشاعر الايجابية مثلا، لو مشاعر زي الفرح، الحب، الرضا، او المشاعر السلبية مثلا زي الحزن، الغضب، الخوف، الذكريات المؤلمة، الفقد. كل الحاجات دي لازم نتعلم ازاي نعرف نتجاوزها، نعرف نتعامل معاها، لانه المشاعر المختلفة دي اكيد بتأثر علينا اكيد. فكل ده هنعرفه من ضيفتنا اللي منورانا النهارده، لايف كوتش نهال فهمي. اهلا وسهلا بيك يا نهال، منوراني. ازيك يا نورا، ايه الاخبار؟ الحمد لله، سعيده جدا ان انت معايا النهارده. انا مبسوطه. واحنا بنتكلم عن موضوع المشاعر، وموضوع مهم قوي، لان المشاعر دي من اكتر الحاجات اللي معذبانا في الدنيا كلنا. فاول حاجه عايز اسالك عليها هي ايه اهميه المشاعر؟ يعني كان يجرى حاجه لو كنا اتخلقنا من غير ما نحس قوي كده، ما بنزعلش وما بنتوجعش وما بنتألمش؟ اه صعب قوي، ما ينفعش. احنا بني ادمين، دي بفطرتنا، المشاعر ده جزء من تركيبتنا. ما كانش ينفع نبقى بنفرح بس، يعني مثلا انه ايه الاهميه؟ كناش هنحس يعني ساعتها باهميه الفرح، ما كناش هنعرف ساعتها ان ده فرح. لو احنا على طول فرحانين ما كناش هنعرف ان هو ده حاجه مهمه، حاجه حلوه. ما كناش هنتبسط بيها. صح، فلازم نحس بالزعل، بالالم، ان احنا نحس بكل المشاعر المتلخبطه المتربطه، هي دي كلها.
طب ازاي نعرف نتعامل مع مشاعرنا عموما بقى، سواء مشاعر الالم او مشاعر الفرح؟ بس خلينا نتكلم عن مشاعر الالم الاول، لانها اللي بتبقى اقوى وبيبقى الواحد عايز يتخلص منها. طيب خليني اتكلم على حاجه، فكره ان الناس دايما عندها لخبطه في مشاعرها. انا عندي مشاعر ومش عارف في ايه. انا مش عارفه انا حاسه بايه، بس انا متضايقه، او انا حاسه بحاجه بس انا مش عارفه اوصفها. طب ما تيجي مع بعض اصلا نقول ايه هي المشاعر، المشاعر بتيجي منين بالظبط؟ طيب المشاعر دي جوانا احنا كده، علماء النفس كلهم اجمعوا على ان هي عامله زي دايره. بتبدا من فين؟ بتبدا من هنا، من راسنا، من دماغنا، من افكارنا. فبتبدا فكره ثم تتحول الى شعور. فكره انا متسابه لوحدي، شعور انا وحيده، ثم سلوك. احنا ثلاث مراحل بنمر بيهم عموما عشان نوصل ان يبقى سلوكياتنا كلنا مع بعض. بيجي لنا فكره عن اي حاجه، فكره عن موقف، ايه ده نور النهارده وهي بتقابلني ضحكت لي ضحكه حلوه قوي، فانا عندي فكره ان نور بتحبني. تمام كده، فانا جالي شعور انا محبوبه، بناء عليه هتخذ سلوك البيهيفير بتاعي. الله ده انا هبتسم طول الحلقه. فكره شعور سلوك، عشان دايما نبقى عارفين احنا في انهي حته. تمام. ما نتخبطش فيها. الشعور ده هي مرحله تحويل وترجمه للفكرة اللي في دماغي، فأنا بحس بناء على الفكرة اللي أنا مريت بيها، اللي أنا رسمتها، اللي مش لازم تكون حقيقة. وارد جدا أن أنت كنت داخلة النهاردة الاستوديو أنت متلخبطة وعايز تطلعي هوا بسرعة، ازيك يا نيال عاملة إيه، وقمتي قاعدة بسرعة. أوكي، جالي فكرة إيه ده، ده نور ما بتحبنيش، مش مهتمة بيا كضيفة عندها النهاردة. يجيلي شعور أنا شخص مش مهم، غير مهم، بناء عليه أنا هبقى محبطة، بناء عليه انا هبقى قاعده متضايقه وممكن ما اردش عليها بسلاسه. يعني الانسان مسؤول عن مشاعره وعن افكاره طبعا. شوفي ده احنا بنلف حوالين الدايره دي كلها عشان نعرف ان الفكره كلها بتيجي من اول حاجه الفكره. الفكره بتتحول معانا وتتبلور لشعور. شعور. الشعور ده بيطلع معانا في السلوك، البيهيفيرز اللي كلنا بنتعامل بيها مع بعض. بتحكي في وش مين، بتضايقي من وش مين، مين بيعملك تريجر وبيزعلك وبيضايقك، هي كلها من الفكره. الاساس بتاعها كلها من هنا. فانا لما احب مش اتحكم، ولكن استبدل او اغير او اعيد صياغه مشاعر ما، لو المشاعر دي بتضرني اطلع للفكره. اما اطلع للفكره اقدر اغير المشاعر، وبالتالي سلوكي هيتغير. سهل بقى تغيير الفكره ده؟ محتاج شغل طبعا، محتاج شغل، بس هو بيبقى فيه قناعه، هل الشعور ثم السلوك اللي انا بعمله بيفيدني ولا بيضرني؟ ده دايما الاساس بتاع اي حاجه. اي حد بيعطل في الحته دي يفكر، انا الشعور اللي انا حاسس بيه بيفيد ولا بيضر؟ بيضر، يبقى انا محتاجه اطلع للفكره اغيرها. تمام. والله هو بيفيدني وفايدني في حياتي وبينجحني اكتر وبيخليني انسان احسن، خلاص يبقى انا واخد فكره واخد حاجه مظبوط، واخد خط نجاح كويس. ما اغيره ليه؟ جميل. طيب يعني فكره انه انا يعني غضبانه من حقيقة، اصل بصي في حاجات مش بتبقى بتاعتي انا، يعني صح. فكره ان انا اتحكم في كل افكاري اللي هي بتتحول لشعور بعد كده بتتحول لسلوك، مش كل حاجه. يعني مثلا فكره الفقد، فقد عزيز، حد غالي، دي حاجه مش بايديا، وهفضل اكيد زعلانه، فازاي اطلع الفكره دي من دماغي؟ ازاي اطلع هنا الحزن ده من دماغي؟ بصي يا نور، احنا ما بنتكلمش برضو هنا على المواقف، التعميم غلط دايما لما حد يجي يتفرج عليكي واحنا بنتكلم على موضوع معين. ما ينفعش تعممي، ما ينفعش تتاخد زي ما هي تو ابلاي على كل المواقف. يعني انا ما ينفعش عشان النهارده في حد كشر في وشي في شغلي اعممها زي لو انا في حاله فقد، واقول لا وانا محتاجه ادخل اتحكم في فكرتي ومشاعري وشعوري زي ما سمعت الناس قالوا. لا، هي مش كده. لان انا في مرحله لازم احزن ولازم اغضب. صح. لازم طبعا بالظبط، واطلع الغضب ده من جوايا، واطلع الحزن ده من جوايا، لان طبعا الحزن مختلف عن الغضب، احنا مش بندمجهم مع بعض. أكيد. بس قصدي ايا كان المشاعر اللي احنا هنمر بيها محتاج اعبر عنها، ولكن اعبر عنها بافضل طريقه. يعني هندخل في الحته دي لاني محتاجه اوضح ان التعبير عن المشاعر والسلوك دي اللي نقدر نتحكم فيها تاني، حتى لو ما عرفناش نغير الفكره. نقدر نكنترول البيهيفير بتاعنا اللي في الاخر اللي هيطلع. طيب ردا على سؤالك الخاص بفقد عزيز او فقد غالي علينا، في حالة وفاة أو انفصال، الاتنين دي لازم نميز إن دي ألمها مختلف عندي. أكيد. ولكن ألم البعد عن شيء محبب إلى قلبك مؤلم،
لا خلاف على ده. مظبوط. كلنا لازم نحترم اي حد بيمر بمرحله فقد. مظبوط. ونحترم مشاعره. مظبوط. وهو من حقه يعبر عنها. ما ينفعش اقول والله انت في مرحله فقد، ان انت في حاله انفصال او في وفاه عزيز عليك. لا لا لا، انت لازم تتحكم في مشاعرك وتعيط. لا مش لازم. انت محتاج تعيط، محتاج تحزن وتاخد وقتك، ولكن تاخد الوقت الصح. التركية هنا في ايه؟ ان انا ما اقعدش مثلا سنتين في حزن وألم. بمر بمرور الفقد ده سنتين. فانا بضيع علي عمري. ده مش فقد، انا هنا دخلت في اكتئاب. بصي الفرق بقى، لان انا ممكن الحزن والغضب واي مشاعر سلبيه بحس بيها او مشاعر موجعه تتقلب معايا الاكتئاب على طول. لو طبعًا. استمرت مده اطول طبعا. الفرق ما بين الاثنين امتى؟ اي حد فينا يعرف هو انا في العادي في النورمال، انا هتكلم برضو جنرال يعني كل شخص فينا بيختلف، ولكن امتى نعرف ان انا في مشاعر حزن طبيعي ولا دخلت في ديبريشن؟ لو انا مهام يومي وقفت، مش قادر اصحى الصبح اروح شغلي، قفلت على نفسي ما بتعاملش مع ناس، قطعت اصحابي سوشيال، انا خلاص ما بقاش عندي سوشيال اصلا انترست ان انا اتعامل مع الناس، ولا عايزه اشوف حد، ولا عايزه اخرج، ولا عايزه اختلط باي حد، بلس ان انا مش عارف اروح شغلي. لو مهامي اليوميه وحياتي اليوميه بدات تعطل، انا هنا لازم اخد بالي ان ده مؤشر اني بدات ادخل في مرحله ديبريشن. انا هنا مش بحزن على فقد، الموضوع وسع مني شويه. وسع بقى، محتاجه الم اسكت. لا ايه ده، انا هقف واقفه مع النفس. نفس الكلام ينفع يتعامل مع الغيظ والندم؟ الواحد حاسس انه متغاظ من نفسه قوي، ازاي ما عملتش مثلا الموقف الفلاني، او ازاي اتحطيت في الموقف ده، او حطيت نفسي في موقف ده. والندم برضه نفس الكلام، هو الغيظ يتبعه ندم على طول. الغيظ يتبعه ندم، هو الندم بيجي بعد حاجات كتير جدا. بس انا هقول لك على حاجه، ليه يبقى متغاظ قوي يعني؟ ما خلاص يعني، ما اللي راح راح، واللي جه جه، واللي مشي مشي. ما برضو الفكره، من حقك تتغاظ، من حقك تتغاظ، من حقك تتغاظي، ممكن تبقي متغاظه شويه من موقف. لكن فكره ان انا ابقى متغاظ، انا بحس ان هي تقليل من النفس. ان انا اصلا ابقى جزة، عارفه الاحساس ان البني ادم ممكن يبقى متغاظ من نفسه يا نهال؟ لا بصي، من نفسه. ما برضو انا بجز على نفسي ليه؟ مش عارفه، ما انا بني ادمه، مش انا حقي اغلط. صح صح صح. ما هو طبعا بصي، الغيظ ده مشاعر عامله ايه؟ زي الشعله. انا عماله جز جز جز، متضايقه متضايقه، متغاظه، عماله بكبت في مشاعري. ايه ده؟ او ايه ده، انا ازاي ما ردتش عليها في الموقف الفلاني؟ ايوه، دي اقرب حاجه من الغيظ. انا كان لازم اقول كذا، كان لازم اعمل كذا. دايما في موقف ما، لو حد بيحتد على حد او حد بيتكلمه في موقف، هو انا كنت فين؟ عقلي في الثانيه دي ما ردتش. صح. تلاقي نفسك بينزل كده صمت بشلل ما، انا ما عرفتش ارد. بعد ما تروحي بقى، ده انا كان المفروض اقول لها واقول لها واقول لها واقول لها. لا متهيألي دي المفروض اقول لها واقول لها، دي ندم بقى متهيألي. ما هي جايه من الغيظ زي ما انت قلت لك، ما انا ندمانه عشان انا اتغاظت اني ما ردتش. بالظبط. خلاص انا ما عرفتش ارد، لم اوفق ان انا ارد في الموقف ده، خلاص مشكله، ملهاش نصيب ان هي تسمع الكلمتين دول. ما اقعدش بقى افكر بقى هرد لها بقى الكلمتين دول ازاي، ولا عارفه لما اقعد افكر واحرق في دمي واعصابي انا بعمل ايه؟ انا بخسر وقتي واعصابي ومجهودي وطاقتي. هل الشخص بقى اللي انا عماله افكر ان انا ازاي هحرق دمه تاني بكره مثلا في الشغل او اي ما، يعني احنا لو هنشبهها بمكان عمل، تمام؟ هل انا الموضوع يستدعي ان انا اخد من وقتي وصحتي وطاقتي وحرق دمي ان انا اقعد افكر ازاي هردها؟ نعم. وان انا هقعد انا محتاجه ارد على الكلمتين دول ضروري. طب ما افكر ازاي انا افكر في نفسي، اهتم بنفسي، ازاي اساعد نفسي ان انا ما ازعلش من الكلمتين اللي سمعتهم وما يفرقوش معايا، وازود صلابتي النفسيه وابقى اقوى. مش معناه ان انا ابقى جبله خالص، ولكن يبقى عندي زي مصد كده دايما في المشاعر، مش اي حد يخبطني بكلمتين اي تيجي فيا بسرعه. هنا بقى دور الاستفزاز برضه، عايزه اكلمك ازاي اتحكم في مشاعري وانا مستفزه. حد بقى مدير بقى بيستفز، جوز، حما، عامه مش عارف مالها، يعني ما ان الجوز والحما والمدير دول كلهم اقدار من الله، فالاعتراض اللهم الاعتراض عليهم بس. يعني تحسي ان في مرحله كده، مش بنتكلم برضو على حد سهل تبديله، يعني خلاص هي دي بتبقى حد لازم هنتعامل معاه، مجبر التعامل معاه. بالظبط. فيعني عشان مثلا يعني اتقي استفزازه، مش هينفع ما اتعاملش، ولا كده كده لازم هتعامل معاه. فعشان كده اديت الامثله دي. انا ليه ببقى مستفز؟ انا بقولش هنا برضو الصوره الملائكيه، ليه ببقى مستفز؟ يعني مش بملائكه بنطير بجناحات، ولكن انا ليه بيتم استفزازي؟ اكيد كل واحد ليه نقطه ضعف، والناس دي عشان عايشه معايا عارفه نقطه ضعف، بيضغطوا على نقطه ضعف يستفزوني عشان يطلعوا اسوأ ما فيا. صح. طب وهل انا مستني حد يستفزني عشان يضايقني، عشان يديني كلمتين، عشان يطلع اسوأ ما فيا؟ على فكره
انت اللي خليتني اطلع اسوأ ما فيا، لكن انا لوحدي انا كنت مؤدبه وكويسه وعمري ما كنت هتنرفز واشتمك في الشارع. انا عمري، هنتكلم على المدير يعني مثلا، انا عمري ما كنت هشتمك في الشارع ولا كنت هعمل كده وافرج علينا الشركه كلها. لا هي مش كده بقى، سلوى خطاب بيخرجوني عن شعوري، بيخرجوني عن شعوري. هنا ست مؤدبه معروفه، ده مثال حي قدامنا، سلوى خطاب بتتاخد دايما، الكوميك بتاعها مشهور. مظبوط. ولكن تعالي بقى بجد، هو انا اي حد ينكشني نكشه اقول له طب خلاص انا هطلع اسوأ ما فيه؟ امال انا فين الكنترول بقى على نفسي، وفين تحكمي في غضبي، وفين شغلي على نفسي الحلو، وفين ان انا عماله اسمع بودكاست وعماله اسمع حاجات على تطوير الذات؟ فين بقى؟ ما هي بقى دي ازاي بقى فين اعمل الست كنترول الحلوه القمر كده اللي عماله تطور من نفسها وتشتغل على نفسها عشان ما تبقاش سهله الاستفزاز. ولكن ده مش معناه برضو ان انت هتبقي توصلي لمرحله مش خالص، مفيش خالص، مفيش احساس ان حد ما بيتاثرش خالص، ده مستحيل. ده معناه ان احنا بقينا بلاستيك، بقينا بلا مشاعر بلا احاسيس، وده مش حقيقي وعمره ما هيبقى حقيقي. ولكن عارفه في مرحله يا نور دايما الشعرايه رفيعه ما بين اي حاجه وحاجه، ما بين الابيض والاسود في حته كده بتبقى في النص، ما نروحش الاكستريم لا يمين ولا شمال، الحته اللي في النص، حاجات ممكن تستفزني حاجات ممكن ما تستفزنيش، بس ازاي اتعامل معاها واعرف ايه اللي بيستفزني وليه بيستفزني، وهل لما بيستفزني الشخص ده هل انا فعلا عندي قصور؟ يعني انا لما بيجي حد يقول لي بقول لك ايه يا هان، انت وحشه شكلك مش عاجبني، تمام؟ ما يمكن انا رؤيتي لنفسي، كلامي اللي عماله اقوله لنفسي كل يوم، شكلك وحش، انت مش حلو، انت مالكيش نصيب في الجمال، انت 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 انت، انا طول النهار انا عماله اشحن نفسي قد ايه انا وحشه. فلما يجي لي حد غريب ماشي كده قدامي عابر سبيل، ده كمان مش حد معرفه يعني، هل انت وحشه؟ هو ضغط على ايه؟ ضغط على اللي انا عماله اضغط عليه طول النهار. خدتي بالك يا نور من النقطه دي؟ يعني الناس بتشوفني كده برضو حاجه تانية، الناس بتشوفني بالصوره الذهنيه اللي انا شايفاها لنفسي، انا اللي بوصل، انا اللي بوصل الصوره دي للناس، انا ده انا بقدمها لهم على طبق كمان. يعني انا الصوره اللي انا شايفه بيها نفسي وكاني بعرضها، بعملها برزنتيشن طول اليوم، انا شايفه نفسي قليله وشايفه نفسي ما تخيلي. على فكره بيحصل كتير جدا وبشوفها كتير جدا في ورك شوبس وسيشنز، تلاقي البنات والستات بيتكلموا عن نفسهم، بس انا غبيه، بس انا وحشه، لا 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 انا ما بعرفش افكر. وفي ناس مش بتشوف نفسها وحشه، بتشوف نفسها دميمه، وهي بتبقى بنت عاديه جدا، بس هي واصله لمرحله من شحن نفسها لنفسها ان هي شايفه نفسها لا تطاق. انا ما اتعاشرش، انا واحده وحشه جدا، انا غبيه، انا 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 انا, أنا. طب كميه الانا اللي عماله تقوليها لنفسك دي، انت فاكره ان انت مش هتصدقي؟ هتصدقي. في يوم من الايام هتوصلي لمرحله من كتر ما انت اول المحبطين ليكي هتصدقي. هتصحي الصبح فعلا انا وحشه، انا غبيه، انا فاشله، انا 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 نفس الحاجه هترصيهم هم هم زي ما كنت عماله تقوليهم لنفسك، وتصحي الصبح بقيتي بتقوليهم عادي. وانس بقى ان انت صدقتيهم، اي حد هيتعامل معاكي هيشوفهم. خلاص، لان هي مرسومين. عارفه زي ما بنقول دايما ان الثقه والرضا والتصالح مع النفس، الحاجات كلها الايجابيه الحلوه اللي في مصلحتنا مش بتبان على وشنا؟ طبعا بتبان جدا، لان هي هنا وانا مصدقاها. وانس ان انا صدقتها وعقلي بدا يدرك ان ده بجد، ايه ده، دي حقيقه، انا متصالحه مع نفسي، انا ما عنديش مشكله ان فيها عيوب لان انا بني ادمه. لما الحته دي تبان على ملامح وشي وانا قاعده مع اي حد، خلاص هو عارف ان انا مش فارق معايا الحته دي، فهنا انا ما قدمتش نقطه الضعف اللي هو يعرف يضغط عليا فيها. نرجع بقى للحته شويه كده خطوتين، لما قلت يس هو عارف نقط ضعفي فبيضغط عليا ويستفزني. هل انا مقدمه برضو وعارضه نقط ضعفي طول الوقت لاي حد يضغط عليها ويفحصها ويوجعني؟ ما طبعا، ابقى انا فعلا هتوجع طول النهار من كل كلمه. فلازم اخد بالي من الحاجات اللي بقدمها عن نفسي كمان، واعيه ومركزه برضه مش طول النهار. بس عارفه لو ركز، لو انا مركزه 5% وطلعت ل 10% برافو. شويه بس. لو حد من اللي بيتفرج علينا اخطا وغلط الغلطه دي وقدم نفسه على طبق من ذهب بنقط ضعفه للناس المحيطين بيه، هتعرف تتدارك الغلطه دي وتدرب نفسها على الثقه بالنفس، يلملم الطبق ويلملم طبق الذهب ويلملم كل حاجه، وابني في صوره جديده وارسم الصوره الجديده اللي انا عايزاها، وما تقولش لا اصل انا الجو المحيط بيا خلاص شافني بالصوره الفلانيه. اوريهم الفيرجن الجديده، بس تكون عن حق، مش مجرد صوره خارجيه. الفيرجن الجديده دي ما بتبقاش القشره اللي بره بس، صح، اما بشتغل على اللي جوه الجوهر نفسه يبقى حلو جميل، هو هيساعدني على طول ان انا اغير بقى. فابدا الفيرجن دي، فتبقى ردود افعالي مختلفه، استقبالي للمواقف مختلف،
افكاري مشاعري ردود افعالي كل حاجه هتلاقيها مرتبطه ببعضها. عارفه هي كلها لوب، انت بتدخلي جواها كله بيسمع مع بعض. صح. يعني مفيش حاجه منفصله، كله بيترتب على بعضه. كله 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 بتلاقي، وبعدين لو من هنا هتلاقي ده بيرد عليه. دايما المشاعر والعلوم الانسانيه كلها مسمعه على بعض. صح. فانا اقدر اعمل وتدارك طبعا، ده انا اقدر اعمل فيرجن جديده توتالي ديفرنت، واحده كامله تانية، بس اشتغل عليها صح واشتغل عليها بحب وابقى مقتنعه ان هي فعلا الصوره الجديده، واقبل ان هي هتقع تاني. ودي نقطه مهمه قوي بقى يا نور، هتقع تاني تاني وتالت ورابع وخامس، وهتطلعي تاني من الصوره. مثلا واحده بتتعصب، اخر حاجه كنت لسه مقابلاها قريب في سيشن، هي لما بتتعصب بتوصل لمرحله ان هي بتغلط في الناس اللي حواليها خلاص، وبعض الاحيان بتطلع عن شعورها غلطه زي ما بيقولوا دايما، غلطه. غلطه تمام كده، مشكلتك لما بتتعصبي تبقي غلطه، غلطه جامد، وهي مش عارفه تتحكم في نفسها، بتقول لك انا لما بحس ان انا غضبانه ستاره سودا بتنزل على العين، خلاص انا عامية مش شايفه مش سامعه مفيش مش حاسه، انا بغلط بس. قابلت ناس بخبط في الناس اللي حواليا وبخبط في مشاعرهم، مشاعرهم، بعمل كل حاجه بدون وعي بقى. تمام. طيب فانت عايزه ايه؟ قلت لها انت محتاجه ايه؟ بس انت الاول لازم تبقي انت اللي محتاجه تتغيري. صح. انا محتاجه ما بقاش غلط، انا محتاجه ابقى انسانه هاديه واعيه. طيب هل ده هيجي من الناس؟ الناس كلها شايفاني غلطه. طب انا ايه اللي المفروض اعمله؟ لما اجي المره الجايه حد يستفزني ويدوس عليا قوي يوجعني، يعني احس بكلمه ايه ده، ده انا ما انا كنت بقوم اشتمهم عادي السنه اللي فاتت، انا ليه مش عارفه اقوم دلوقتي اغلط فيهم او اوجعهم انا كمان؟ على فكره هو مش اسهل حاجه انك تنزلي المستوى الغلط اللي قدامك، اسهل حاجه في رد الفعل دايما انك تنزلي المستوى الغلط، او ان انت تجرحي وتوجعي وتهيني اللي قدامك. الشطاره هي ان انت تتحكمي في اعصابك، الشطاره انك لما تعرفي تغلطي ما تغلطيش على طول، لا مش على طول بس بقدر الامكان. هي واحده واحده وكلها خطوات بنمشي عليها مع بعض كده، ستيب باي ستيب، احنا النهارده بنعمل ايه وبعد كده المره الجايه هنعمل ايه وهنشتغل على ايه. وهي مقتنعه ومؤمنه ان هي عايزه تبقى فيرجن جديده هتوصل وتقدم هنا بقى نفسها، انا واحده جديده، الناس هتتقبلها وتحترمها وتقبل الجديده بحب، مش هيبقى عندها مشكله. كويس. يعني انا افهم من كده انه أو إجابة أول سؤال خالص، إيه هي المشاعر اللي هي الأول فكرة بتحول لشعور، فكرة ثم شعور سلوك. سلوك الأول علشان أقدر أتخلص من المشاعر السلبية دي، إن أنا الأول أمتنع عن فعل أي سلوك، أتحكم أو أسيطر على السلوك الأول والمشاعر تفضل جوايا، بعد كده تدريجيا هقدر أتحكم في المشاعر كمان نفسها إنها ما تبقاش سلبية بالطريقة دي، وإن في حاجات كتير تعدي مفيش مشكلة. بصي شفتي إحنا بننزل لها إزاي؟ فكرة شعور سلوك. إحنا بنطلع معاها تاني سلوك شعور فكرة. شعور فكرة. تمام كده. أنا أكتر حاجة ممكن أتحكم فيها، في ناس بتعرف مع الخبرة ومع الممارسة العالية تطلع تتحكم في الفكرة على طول، مش في السلوك. ما هو ده بقى بعد براكتسنج، بعد ما بطل الاول السلوك ساعات بينفع. ليه؟ لان بيبقى في ناس غصب عنها مجرد ان انا اوقف سلوكي الغلط، زي مثلا هناخد فور اكزامبل الغلطه. تمام كده. انا مش قادره اعمل ده لان انا عندي شعور ان هم بيهنوني، سوري عندي فكره ان هم بيهنوني، فانا عندي شعور ان انا قليله. فقررت هنا القرار بقى اللي بناء عليه السلوك، قررت ان انا اخد حقي بايدي وبلساني، فهطيح في الناس كلها. فهنا في مواقف معينه ما ينفعش نشتغل ابدا من السلوك، لان هي وفي معظم المواقف احنا بس بنقول دايما الحد من السلوك، الوعي ان انا لما الاقي نفسي هنفعل اوقف لحد ما ابدا اشتغل على المايند سيت بتاعتي، اطلع للروت، ايه الروت بتاع الموضوع؟ انا عندي فكره، هل الفكره دي بقى ابدا بقى اقف عندها حقيقيه؟ هل انا فعلا واحده بيهنوني؟ انا متهانه فبالتالي انا قليله؟ لا. تبداي بقى عارفه تاخديها خطوه 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 وترجعي لها تاني كده، هتلاقي نفسك بتتحل، ولما تتحل تدوب تدوب اعرف احلها. بس كويس جدا. طيب برضو كنت عايزه، يعني احنا كده خلاص خدنا كل المشاعر السلبيه، المشاعر الايجابيه في منها يعني مشكله انها تبقى اوفر، يعني مثلا ابقى فرحانه قوي ويبقى السلوك مترتب عليه ممكن يبقى مثلا خطر او حاجه زي كده، او ابقى طيبه قوي مع الناس جدا، او في حاجه في مشاعر طيبه لما بتبقى زياده هل بتاذي صاحبها ولا لا؟ الاوفر ايموشنز او الاكستريم في اي حاجه غلط عمرها ما هتفيدك. يعني فكره ان انا ابقى مفيش حاجه اسمها برضو اصل طيبه بزياده، ما انا طيبه
طيبة بزيادة إلى حد الهبل أم طيبة حنينة أم طيبة بتعقل، طيبة يعني طيبة وكويسة ولطيفة وديسنت هنا في الحتة دي، ولا أنا طيبة لدرجة أن الناس بتستخفلني؟ أيوة، ما أنا برضو لما أقف ألاقي نفسي ده أنا طيبة قوي، تلاقي دايما واحدة تقول أنا طيبة قوي، مشكلتي أني عبيطة، مشكلتي جملة السنة دايما مشكلتي أني عبيطة. أنت راضية أن تقولي على نفسك عبيطة؟ لا، أنا محتاجة أرجع تاني شوية كم خطوة لحد ما أبقى طيبة. بس أنا طيبة دي مش معناها أن أنا يداس عليا، طيبة دي معناها أن أنا أعرف أخد حقي، طيبة دي أن أنا أعرف أحط حدود، طيبة أن أنا أخلي الناس تحترمني وأنا بحترم الآخر، طيبة دي مش معناها أن أنا بتهان أبدا أو الناس بتدوس عليا. المشاعر الإيجابية والمشاعر الحلوة الإكستريم منها غلط زي ما قلنا في الأول، الإكستريم منها غلط لأن ممكن ترفع سقف توقعاتي عن الواقع. فلما ترفع سقف توقعاتي أنا مش ممكن تفوق اللي هيحصل فارجع تاني يتم إحباطي. هستأذنك يعني، هي النصيحة الأخيرة كل الناس اللي بتتفرج علينا، خاصة الناس اللي بتتعصب اللي بتتوتر اللي المشاعر السلبية بتأثر عليها جدا جدا، وطبعا بتأثر على سلوكها وبتخسرها كل حاجة حواليها. تعرف نقاط القوة بتاعتها، تعرف حلاوتها إيه، تعرف حلاوتها من جوه، لأن معظم المشاعر السلبية الحقد الغل العصبية الحاجات دي كلها بتيجي لما أنا بحس بضعف شخصيتي. كل ما أنا أقوي نفسي واهتم بنفسي كل ما هقدر أسيطر على مشاعري الوحشة. مشكورك جدا جدا اللايف كوتش نهال فهمي، مشكورك على وجودك معايا النهارده، حقيقي استفدنا من وجودك كتير، ودايما ان شاء الله بينا لقاءات كتير متجدده. مشكورك جدا، وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا، استنونا. في فقرتنا دلوقتي هنناقش ونستكشف العلاقات بين الراجل والست، وطبعا هنستكشف ده من زوايا جديدة وزوايا مختلفة، وهنتكلم عن التفاصيل الصغيرة اللي بتصنع فرق كبير في حياتنا العاطفية، التفاهم، الثقة، حاجات مهمة قوي تكون موجودة في العلاقة بين أي راجل وست، وإزاي كمان نقدر نحافظ عليهم مع وجود تحديات يومية بيواجهها الشريكين. كمان هنتعلم ونعرف ايه الفرق بين الست القوية والست المفترية، والحقيقة أسئلة تانية كمان كتير هنعرف إجابتها من صناعة المحتوى اللي منورانا دلوقتي، أستاذة غادة عالم الدين. أهلا بيكي يا غادة، منوراني. منورة أنتي. الله يخليك. غادة هبدأ معاكي أول حاجة خالص، من ولسه في الجراب يحاوي، ولسه في الجراب حكاوي. بدأت معاكي منين الفكرة دي وإزاي قدرتي إن أنتي تنفذيها؟ هي قبل لسه في جراب حكاوي انا كنت بعمل فيديوهات عاديه اللي هي السيلفي العاديه من 2022 ليبسينج، وبعد كده ابتديت اعمل بقى يعني فيديوهات نصايح للست في 10 بالظبط 2022. بعد كده تعاقدت مع شركه سوشيال ميديا، اقول اسمها ولا بلاش؟ لا لا مش بلاش. مش لازم مش بنقول هم اللي كانوا فكرة اسم البرنامج ولسه في الجراب حكاوي. هم كان هم فكرتهم اسم البرنامج وفكرة التصوير. انا كانت الفكرة بقى المواضيع بتاعت البرنامج فكرتي، انا اللي بكتب السكريبت بتاعي في كل الفيديوهات. طبعا فيديوهات السيلفي انا ما بكتبش يعني، انا بدخل على طول كده، لكن الفيديوهات بتاعت لسه في الجراب حكاوي دي انا اللي بكتب الموضوعات بتاعتها، يعني فكرة البرنامج فكرتي، لكن فكرة اسم البرنامج والتصوير فكرة سوشيال ميديا ايجنسي اللي ماسكين لي الصفحات. عظيم. عايز اسالك بقى عن العلاقه بين الراجل والست، من وجهه نظرك شايفه ايه مفتاح العلاقه المستقره بين الراجل والست، العلاقه السعيده بين الراجل والست؟ المفتاح ان احنا نتقبل عيوب بعض، دي من قبل اي حاجه. يعني عندنا مشكله في العلاقات ما بين الست والراجل ان هم قبل الجواز هم بيبقوا اوريدي شايفين العيوب، فهما دايما بنبقى بنفكر بقلبنا، فيقول لك احنا بعد الجواز خلاص هنتقبل والدنيا هتبقى بالعكس. وبعد الجواز الموضوع بيبقى اسوأ، لان انت في مشاكل وفي روتين، فلو انت مش متقبله عيوبه من قبل الجواز هو مش متقبل عيوبك، الدنيا هتولع زي ما عارفين. فلازم اول حاجه تقبل العيوب. تاني حاجه ان انا اتنازل، يعني في عندنا مشكله ان في اشخاص حتى مش بس في علاقه الراجل والست، حتى في علاقه الصداقه كل حاجه لازم تكون متبادله عشان علاقه تنجح، العطاء، التنازلات،
التسامح. ما ينفعش الشخص هو الوحيد وحده هو اللي بيقعد يدي، الست تقعد تدي او راجل، عشان بس ما يقولوش ان انا متحيزه للستات، لا انا بتكلم عامه ان انا افضل ادي 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 او اتنازل واللي قدامي بيتفرج عليا. اي علاقه في الدنيا ما فيهاش تبادل في كل حاجه هتفشل اكيد. طيب لو قلت لك اسباب الخلافات الاساسيه بقى ما بين الراجل والست، هل علشان هم ما بيعادوش لبعض زي ما قلنا دلوقتي بالزبط، ولا في اسباب تانية؟ هي مكمله اللي انا ولا عشان هم مش فاهمين بعض؟ ما هو كله مكمل لبعضه. لو انا النهارده مش برضه هنرجع للسؤال اللي قبله، كله الاثنين مكملين لبعض. لو انا مش متفهمه عيوب اللي قدامي ومتعايشه معاها مش هقدر اكمل معاه، لان انا مش متقبله العيوب، يبقى هكمل معاه ازاي؟ فلازم نتفهم العيوب قبل. احنا دايما بنفكر هنا الاول ثلاث ارباعنا عشان ما نضحكش على بعض. فانا اقول له انا بحبه وهو بيحبني، لا بعد الجواز الموضوع بيختلف تماما. فالاثنين مكملين لبعض، العلاقه عشان تنجح لازم نعدي لبعض، لازم نتفهم بعض، لازم نتفهم عيوب بعض، دي اساسيات. طيب نروح حته تانيه، واحنا قبل ما ندخل الفقره على طول او ندخل الهوا كان معانا فيديو ليكي معروض وبتتكلمي عن الست القويه. انا عايزه اعرف الفرق بين الست القويه والست المفتريه، امتى بقى قويه وامتى بقى مفتريه؟ هي المشكله عايزه اقول لك على حاجه، الناس او الستات او معظم، مش هقول ما بحبش اعمم يعني، بس الرجاله او الستات في جزء منهم كبير فاكرين او فاهمين الست القويه غلط. يعني هي في واحده كتبت لي على السوشيال على الصفحه اللي هو يعني انا بعصي الستات وهتخربوا بيوتهم. لا هي الفكره مش معنى ان الست تكون قويه ان هي تبقى زي الراجل، ايوه، او ان هي تبقى ند بالند، لا. هي احنا فاهمين الست قويه غلط. الست قويه ان هي تعرف تتصرف في المشاكل، لو جوزها مش موجود تعرف، لو في اي حاجه حصلت لها تعرف تتصرف. عارفه الست اللي هي تعرف تتصرف دي، ما تبقاش محتاسه، هي دي الست قويه، تقوم تقع وتقوم تقع وتقوم. وبعدين الست المصريه انا مش منحازه ليها، بس احنا فعلا الست المصريه انا بشوف ان هي احسن ست في الدنيا، لان هي فعلا يعني بتشوف مشاكل في حياتها وبتعدي بصدمات وبتقع وتقوم. هي الفكره ما بين كل ست وست الأمة. الوقت، حتى انا عملت حلقه على ده، ان ما بين كل فرق ما بين ست وست الوقت. الوقت انك امتى تقومي. لكن الست لما تقوم يعني تقع وتقوم وتقع وتقوم، ست قويه. وزي ما قلت لك تعرف تتصرف لو الراجل مش موجود، مش محتاسه اي مشاكل اي صدمات، تعرف تتصرف في اي مشكله اي 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 موقف. هي دي ست قويه. ما في رجاله بتخاف من الست اللي بتعرف تتصرف، مش بس مش بس الرجاله، اهاليهم كمان تبقى ام مرعوبه تقول لك دي قويه، دي هتعمل فيه ايه؟ لا ما هو في فرق، لا دي بتعرف تعمل كل حاجه، هي هتعمل فيه ايه؟ وهي عايزه ليه؟ يعني بيبقى فيه كلام كده غريب. ده الناس اللي مش سويه. الراجل السوي يحب الست اللي تعرف تتصرف. وفي حاجه انا ما بقولش تعرف تتصرف، انها تحل محله او ان هي تعمل الوظائف الراجل. لا في فرق كبير، تعرف تحل محله هو مش موجود. تعرف تتصرف، هي دي هتبقى ام ولاده اللي بيوعي بتسد. بالظبط بالظبط. لكن في فرق كبير جدا ان الست تعرف تتصرف زي ما قلت، وان هي تحل محل او تعمل وظائف الراجل كزوج او اب. في فرق كبير جدا طبعا. الراجل السوي هو اللي يحب الست، الراجل غير سوي طبعا هو عايز الست اللي تقعد له حاضر طيب نعم ماشي. ما هو حاضر طيب نعم على اساس ايه؟ المفتريه دي قصه تانية بقى، في ستات مفتريه، يعني في ست الراجل يعني قويه ومفتريه. جيب صحه منين اهبدك كل ليل علقه يا مرسي. يعني في ستات الست اللي كان عاملها محمد صبحي طبعا بتغريب. الفرق ما بينهم الاثنين ان النهارده في ستات، وفعلا انا بنتكلم فعلا حقيقي، في رجاله ناس كويسين جدا جدا، والست اللي معاها هي فاكره ان هي لما تفتري عليه هي كده زي الفل. لا هي كده ظابطه الحياه بقى. انا عندي حته يعني ايه مفتريه، يعني ايه ما عندهاش رحمه في التعامل سواء مع جوزها او سواء مع الناس اللي حواليها. ده الفرق ما بين القويه والمفتريه. طب ما هم ساعات برضو بينصحونا الناس يعني انه حتى لو انت قويه ويعتمد عليكي وتعرفي تسدي، لازم تبرزي ضعفك، لازم ما تبقيش عارفه قدام الراجل، ما تبقيش عارفه بتعرفي تعملي كل حاجه، ما تبقيش القويه اللي بتسد، اللي لا اتدلعي شويه، اعملي نفسك مش عارفه تعملي حاجات شويه، عيطي شويه اللي هو صعبي عليه، اعملي نفسك ما هو مكسوره الجناح. هي هو لازم الست تبقى، ما هي الست لازم تكون ضعيفه.
أوكي. الضعف قدام الراجل بتاعها لازم تكون ضعيفه. ماشي. راجلها راجلي يعني زي ما بيقولوا كده بعلي بالبلدي. فهو طب ايه حدود الضعف اللي تبقى تمام؟ وفي اكيد برضو شكل من اشكال الضعف اللي بيخنق، اللي هو انت بقى ما وانا ما ورايش غيرك اشيلك بقى بعد كده واوديك في كل حته بايديا ولا ايه؟ يعني فاهمه اللي هو في مرحله ضعف كده اللي هو اوفر سايبه كل حاجه خالص عليه. ديش ضعف دي ست انا بشوف من وجهه نظري لا يعتمد عليها في بيت. في فرق كبير ان انا ابقى ست ضعيفه وانثى مع الراجل بتاعي ده، دي حاجه تانية خالص. مبقاش عامله زي الراجل ند بالند حاسس ان هو راجل بيكلم، والفرق ان انا ست لا يعتمد عليها وانا راجل مش موجود تعرفش تتصرف، دي ست بتخنق. انا بشوف من وجهه نظري كده هي مش انا مش شايفه انها شطاره. وفي فرق كمان على فكره، ان في ستات تقول لك ايه ما انا هوري له ان انا ما اعرفش اعمل حاجه عشان هو ما يخلنيش ما اشيلش. لا، هي الفكره ما اشيلش الليله يعني. فكره ان انت قويه وضعيفه لكن في نفس الوقت ما تشيليش شيله الراجل. هي دي الفكره، ان احنا بنخلط ما بين الامور، ضعيفة وجميلة وأنثى وفي نفس القوية تعرفي تتصرفي لكن ما تشيليش شيلة الراجل. هو كزوج وأب، نرجع للكلام اللي قبل كده، كل واحد ليه مسؤولياته. صح. أنا ليه مسؤوليات كست وزوجة وأم، وهو ليه مسؤوليات كراجل وأب وزوج. نتفق معاكي جدا. هي دي الفكرة اللي بتخلي الراجل يجي على الست، إن هي بتعمل حاجته عشان كده بيجي عليها. انا بشيل مسؤولياته وانا مالي، ما انا متجوزه ليه؟ خلاص بقى بيبقى امر واقع. بالزبط. وبيبقى هو ده اللي المفروض عليكي، وانت ما انت كنتي تعمليه الا يخليكي ما تعمليهوش دلوقتي. بالزبط. صح. انا معاكي جدا. فرق جدا كبير. بالظبط. انا معاكي ومتفقه معاكي جدا. كمان احنا معانا فيديو ليكي يا غاده، عايزين نروح نشوفه ونرجع نعلق عليه. نروح نشوف كده الفيديو ونرجع تاني. فيديو فيه كلام مهم جدا ومحترم جدا وبتفق معاه جدا جدا جدا. غاده، ايه اللي خلاكي تعملي الفيديو ده؟ ايه اللي خلاكي تتكلمي مع البنات والستات في الموضوع ده بالذات؟ طبعا الاساس هي المسلسل بتاع اعلى نسبه مشاهده. المسلسل اثر فيا جدا وواقعي جدا جدا. وشابوه صراحه الحقيقه. كاتب العمل والعاملين على كل المسلسل. طبعاً. فانا حبيت ان انا اتكلم في ده لانها حاجه واقع، وعلى واقع مأثر فينا جامد قوي. هو لعب دور كبير جدا في حياتنا وحياه الستات والبنات كل حاجه. طبعاً. وبوظ حياه ناس كتير قوي للاسف. فانا كتبت الحلقه دي وانا عينيا مدمعه، كنت متاثره جدا. وفكرتها وعملت الاغنيه الباك جراوند ورا الحلقه. انا كتبتها زي ما قلت لك عشان المسلسل، زائد ان انا حابه ان انا اوصل رساله زي ما قلت في الحلقه، ان مش كل حاجه، الحياه مش فلوس بس. الست حاجات كتيره قوي هي اللي بتعزز الست، زي ما بقول العفه والكرامه وعزه النفس. فالنهارده مهما كان معاكي فلوس وانت ما عندكيش كرامه وما عندكيش عزه نفس وعفه، ما تسويش حاجه. انا بشوف ان الست ما فيهاش الكلام ده يبقى ما تبقاش ست. اكيد ده اساسي. طب انت ايه رايك في اللي بيعملوا كده او مش بيعملوا كده؟ خلينا نتكلم عن الجواز وشركاء الحياه والستات والرجاله اللي بتتجوز علشان ترند، او اتنين بيبقوا بلوجرز او انفلونسرز او كده ويقوموا جايين متجوزين عشان مرحله الخطوبه بتعمل فيوز، ومرحله الجواز او التحضيرات بتعمل فيوز، وبعد كده الخلفه، وبعد كده حملنا ولدنا اتطلقنا على طول. يعني تقريبا معظم حاصل معاه نفس الترتيب ده. انت رايك ايه في حاجه زي كده؟ البنت نفسها اصلا لو خلاص دخلت المجال او دخلت الحته دي وبتعمل محتوى او بتعمل حاجه، ما تحطش نفسها ازاي بقى في تحت الحته او تحت سكينه الترند والفيوز والحاجات اللي زي دي؟ استعداد بقى يا نور. هو بيبقى استعداد. كل حاجه في الدنيا، حتى احنا دايما نقول ايه، يبقى التربيه والاصل مظبوط، بس مش ساعات يقول لك يخلق من ظهر العالم فاسد. مش ساعات يطلع من نفس البيت ولد او بنت كويسه او بنت ثانيه شطانه. فهي الفكره في الاستعداد الشخص. صح. انت عندك استعداد ان انت تبقي كويسه وبتحاربي الظروف ولا لا؟ وفي بنات كتير قوي يعني مش لاقيه. صح ولا انا غلطانه؟ صح طبعا. وبيحاربوا يا عيني، بنات وشباب بيكافحوا بيكافحوا. يعني انت لو شفتي التعليقات اللي على الفيديو ده تحزني. يعني بنات بتكافح ومبسوطه وفخوره بنفسها ان هي لا انا هكافح حتى لو اخد 2000 جنيه، حتى لو اخد 1000 ونص، لكن انا مش هغير مبدئي. صح. فهي الفكره في الاستعداد الشخص نفسه. ان انت تحاربي، ما كلنا بيجي علينا اوقات ضعف، بيجي علينا اوقات الدنيا بتقع معانا كلنا. كل الدنيا. فالنهارده انت قربك من ربنا، ثقتك بنفسك،
حسن ظنك بالله دي صح. دي وان انت تشتغلي على نفسك ان انت تقوي مبادئك. كلنا جات علينا حاجات تضعف مبادئنا صح. يا انت اشتغلتي على نفسك وقويتي الدنيا عندك يا استسلمتي. اختبار استعداد من الشخص صح. استعداد صح. من الشخص نفسه. طيب احنا قبل ما نتفرج على الفيديو بتاعك الرائع جدا والمحترم جدا جدا حقيقي بحييك عليه غاده، كنا بنتكلم عن الراجل اللي ممكن يكون بيخاف من الست القويه او يبقى شايفها ان هي ست مفتريه، بتكلمنا الراجل برضو بيحب ايه في الست. الست بقى تحب ايه في الراجل؟ ايه الحاجه اللي لو تواجدت في الراجل خلاص الراجل ده بقى عينها وحياتها ودنيتها كره عيني زي ما بيكتبوا على السوشيال ميديا؟ راجل. لا ما هو الكلمه دي تحمل الكثير من والكثير من المعاني، منها المفهوم ومنها الغير مفهوم خالص. يعني مرجعي بقى لايام بابا وجده، في ذكور بتفهم ان الراجل دي يعني شويه عضلات حبه شنب وده انا عملت صوتي كده بقى انا كده بقيت راجل خلاص. من ايام مفهوم بابا وجده، مسؤول وحنون، نخوة. والنخوة بقى هم فاهمينها طبعا برضو الا من رحم ربي، معظم يعني مش كله برضو، انا ضد التعميم ان هو فاكر النخوه ان انت رايحه فين وجايه كده. ده اللي انا كنت بعمله مش هي مش كده خالص. لا الفكره وايه، هو بيمشي على سطر ويسيب سطر، يعني ما تلبسيش وما تروحيش وما انت الساعه كام وانت نزلتي ما تلبسيش. وهو اصلا ملوش لازمه، يعني هو مش في حياتي اساسا. هو مش شايل المسؤوليه اصلا. في مرتبك الشهر ده يا هانم وديتيه فين؟ وده دول للاسف الشديد كتير قوي. فهي الفكره المسؤوليه، النخوه هي دي، هي ده الراجل. اتسيبت كده ابقى مرتاحه كده وانا مطمنه. وفنانه منى زكي قالت جمله عجبتني قوي، سول ميت يعني دي حاجه ابقى مطمنه. تشهد عليهم ما شاء الله، تشهد عليهم بصراحه. فهي الفكره ان هو الراجل المسؤوليه، النخوه دي كلمه ومعنى كبير قوي. ايام تيتا وجده ابقى السيد. انا ممكن على فكره انا على قديمه. معقول تحبي يبقى سيستم ها كده هو داخل كده وبتاع وكده؟ مش حابل بالمعنى، لكن انت ليك حقوق عندي صح. تمام، انا انت راجلي وانت ليك حقوق وهتتحاسب عليا، هتتحاسب فتمام، بس انت هتعمل ايه قصاد ده؟ بس خدي بالك. ايوه سيستم كان نموذج نرجسي واناني، بياخد بس ما لا يعطي نهائيا داخل بيته. بالزبط. كان جميل قوي ومعطي قوي في بيت الست اللي مش فاكره انت هتديني ايه بقى. السوي يعني انت هتديني ايه؟ صحيح. الفكره في كده، ومش قصه تديني ماديات. ما هو ياما راجل ممكن يكون معاه فلوس ومطلع عيني خاين بخيل. فهي الفكره في انت هتديني ايه قصاد ان انا اخليك سيد. يعني لو في بنت بتتفرج عليها دلوقتي ولسه ما بداتش حياه زوجيه او ما لقيتش شريك حياتها وحاطه في دماغها انه في احلامها او الشخص اللي هتتجوزه لازم يبقى غني ولازم يبقى شكله كذا ولازم يبقى شكله كذا، انت بتنصحيها تبص على ايه وتسيبها من فكره انه غني او مش غني دي؟ بصي، هو الفلوس في الايام اللي احنا فيها دي للاسف يعني هي طبعا مهمه، هي مهمه طبعا مهمه، ولازم يبقى مستقر مهنيا. بالظبط. وتيجي بقى الفلوس وقت ما تيجي. الله ينور عليك. بالظبط، مستقر مهنيا. الفكره ان انا ممكن يكون واحد معاه فلوس بس هو في العبر، مقرف، صليط اللسان، خاين، بخيل. هي الفكره يا فرحتي بالفلوس، مش واخد باله مني، بيقلل مني. خدي بالك انا عايزه اتكلم في الحته في النقطه دي لما نعدي السؤال ده، التقليل من اللي قدامي، ان انا اقلل من الست اللي معايا. وعلى فكره وبرضه راجل، انا بتكلم على فكره في الجهتين على الاثنين، لان احنا لو نفذنا اللي انت بتقوليه ده او الاصول زي ما كل اللي بتقولي هذه الاصول بالزبط. احنا لو نفذنا الاصول راجل وست حياتنا هتبقى حلوه طبعا. الله ينور. هتبقى مظبوط وهنتخانق وكل حاجه، بس هنرجع يعني لما نرجع للاصول هنعرف حياتنا تمشي كويس. فالتقليل من اللي قدامك او ان انا اخد راجل معاه فلوس لكن هو فيه العبر، هعمل ايه بالفلوس بقى؟ ما انا عايشه في تقييم. فاساسيات زي ما قلت لك، نرجع للاول خالص اساسيات في الراجل، الحاجات العاديه اللي احنا بنتكلم عنها، المسؤوليه، النخوه، يبقى راجل بيسمعني. بيسمعني، انا في ناس رجاله بتبقى انانيين شويه. أيوة. وعايز يسمع نفسه بس. صحيح. ففي اساسيات موجوده. اوكي الفلوس مهمه. بس هي جزء من الحياه مش كلها. قولي للستات عشان احنا خلاص وقتنا خلص، قولي للستات ازاي ما تسمحش لحد يقلل منها. ونصيحه طبعا أخيرة. انا بقول للست، او من الحاجات المهمه جدا قبل ما ترتبطي براجل، ان انت في حاجات معينه قوي قوي لازم لو لقيتيها في اللي قدامك، شكرا سلام عليكم. التقليل من اللي قدامك،
ان انا اقلل منك ده خلاص مع السلامه. وده بيعرفك ان اللي قدامك عنده نقص، عنده مرض الاسقاط اللي فيه بيجيبه فيك. ايوه فده خلاص مع السلامه. ده ما ينفعش ان انا اكمل معاه. الشخص اللي ما بيسمعكيش هو عايز بس ياخد معاه المايك 24 ساعه هو يتكلم وتيجي انت تتكلمي هو مش سامعك وعايزك تخلصي عشان طب انا هقعد لوحدي بقى في البيت هقعد اسمعك بس. صحيح. في حاجات معينه كده زي دي، وزي ما قلنا المسؤوليه والنخوه اساسيات. غادة الحقيقه الكلام معاكي ما بيخلصش وما بنشبعش منه. انا بشكرك جدا على وجودك معايا النهارده، وتوعدينا تكوني معانا في لقاءات تانية كتير، لان مشاكل ما بين الرجاله والستات والاختلافات ما بينهم ما بتخلصش خالص، فلازم تكوني معانا تاني. بس بشكرك على وجودك معايا النهارده جدا. شكرا ليك يا غادة، ميرسي ليكي قوي. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا ونهايه حلقتنا. نتقابل ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي في حلقه جديده من حلقات انت على شاشه اي تي سي. سلام.